تمام. قول لنا خبر حصري كده فيما يتعلق بالبحيرات، خصوصا المنزلة والبرولوس، يعني برضو لا تزال فيها مشاكل كتير، ولا تزال والله فيها برضو بعض البلطجة، بعض السيطرة، بعض يعني هقول لسعادتك في عدة مراحل او محاور احنا شغالين عليها. المحور الاول تعليمات السيد رئيس الجمهورية بعودة البحيرات المصرية الى سابق عهدها تمام. وازالة كافة التعديات اللي موجودة فيها. انا مش عايز اقول لحضرتك كل بحيرة من البحيرات كان عليها الالاف من التعديات اللي تم ازالتها بالقوة افندم انا الجبرية صورت ده فيديو وتعويض الناس. والله يا تمام؟ دكتور، انا اتضرب عليا نار هناك مرة، انا رحت فعلا اصور احنا كنا بنشتغل التعديات قبل الفجر، من قبل الفجر او بالليل، انا وبنعمل والمصور، كنا بنصور ناس اللي هي بيضربوا ديناميت. ما فيش حد فوق القانون حضرتك، والدولة لها سطوة ولها قوة وتستطيع سيطرة وتستطيع نزع أي تعدي موجود في البحارات المصرية، وده اللي تم فعلا في السنوات سنتين ثلاثة اللي فاتوا. عودة البحيرات رقم بالظبط. 2. ابتدينا تاني نشتغل، ابتدينا نشتغل بقى على تطوير البحيرات المصرية تمام. في الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مع الهيئة العامة للثروة السمكية مع بعض الشركات الكبيرة الخاصة بعملية التكريك. ابتدى يتم تكريك للبحيرات، إزالة للأحشاء، تطهير للبواغيز، إضافة قنوات شعاعية. يعني بحيرة البرولس اللي كنا فيها النهاردة شغالين فيها من سنتين صرفنا حوالي 550 مليون جنيه لعمليات التطهير والتطوير، ومتوقع إن شاء الله نشغل في خلال السنتين التانيين بمبلغ مماثل ليهم. وبالتالي الانتاج الحمد لله ابتدى يتعافى، انواع الاسماك اللي كانت انقرضت من البحيرات بشهاده جميع الصيادين ابتدت ترجع تاني. هيئه الثروه السمكيه بتضخ في البحيرات المصريه 67 مليون ذريعه اسماك ميه عذبه من البلطي والبوري والمبروك والقرموط. احنا بنعمل شغل تنمو كبير جدا جدا، وده حاسس بيه الصياد، والانتاج السمك الحمد لله عندنا في زياده. احنا السنه دي عدينا 2 مليون طن من الانتاج السمكي من المزارع طيب السمكيه اخر سؤال والبحيرات. دكتور صلاح، احنا من اهم 10 دول بتنتج سمك في لا العالم. لسه هقول لحضرتك حاجه كمان مهمه جدا، اتفضل. عشان انت حضرتك اثرت الموضوع بتاع التعديات واستخدام الكهرباء والى اخره. احنا قريبا جدا منتظرين قرار السيد رئيس الجمهوريه بانشاء جهاز حمايه وتنميه البحيرات والثروه السمكيه، اللي حطينا فيه العديد من القواعد والقوانين اللي تغلظ اي تعديات على البحيرات المصريه او عمليات الصيد حلو، او ان قاعده شاء الله الصيد او ضابط يصدر الصيد قريبا مع الدوره البرلمانيه. ان شاء الله.